تمر عليها إلا بضعة سنتيمترات تكاد لا تلاحظ. راي الكفيري يلقبونها بأعجوبة العجب، فحين تراها تسبقك الدهشة، فهي طفلة كباقي الأطفال بمتطلباتها ووعيها وذكائها، لكنها دمية بنموها الجسدي، تبدو بحجم ألعابها أو أصغر بقليل. أي صف أنت؟ أول. يا سلام، شو تعلمتي؟ وإن تعلمت طريقتها بالكلام تستمتع بحديثها لتذهب الدهشة ويسكن الإيمان قلبك لتصبح حالة تتعامل معها بطبيعة.